بسم الله والصلاه والسلام على رسول الله. مساء الفل. النهارده ان شاء الله معانا هونداي ماتريكس بتتكلم من غروب الشرقيه. اهل الكرم بسم الله نتفرج مع بعض عملنا ايه. بسم الله الرحمن الرحيم. عملنا الكراسي اسود وازرق والخياطه بنت تركواز والاسود والازرق اللي في النص فليه من اللي هو المنقط ده. وعملنا الارضيه جلد وعملنا الاربع ابواب ازرق. ان شاء الله تكون عجبتكم الدوله في اختلاف الاراء. زي ما انتم عارفين نبرات الساحه ما بتدخلش في الوان. انت عاجبك ازرق، عاجبك احمر، اخضر، جملي، ايا كان اللون. احنا بنصور الشغل بالفينش التقفيل الغرزه ده اللي احنا بنعرض شغلنا، انما احنا ما بندخلش في الوان خالص. بس هي ما شاء الله حلوه متناسقه مع بعضها. الابواب هي اللي حلتها ما شاء الله، يعني لو كانت من غير الباب كانت هتبقى حلوه. نفتح مع بعض كده ونبدا. لو في اي ملحوظه في الشغل سيبها لي في كومنت وانا ان شاء الله بنحاول نتفاداها الفتره اللي جايه. بسم الله يا بسم الله ما شاء الله يا رب. ربنا يبارك له يا رب. نروح مع بعض الجزء الناحية التانية. اسود وازرق، الخياطة البنت تركواز، والارضية جلد اسود، والابواب ازرق. يا ما شاء الله العربية دي اختلفت 360 درجة. للأسف ما لحقتش اصورها قبل لان كنا بالليل استلمنا العربية دي بالليل وما لحقناش نصورها قبل. بس هي اه كانت على فرش فابريكا بتاعها. كلكم عارفين فرش الماتريكس قبل ما يتعمل في اي حاجه بتبقى عامل ازاي. فواضح كده الحمد لله بفضل الله الشغل قدام حضراتكم. عملنا جراب الطرف كده كده احنا بنعمله هديه على اي نوع، سواء ارخص حاجه او اغلى حاجه بنعمل الطرف. طبعا كل ده متخطط يدوي زي ما انتم عارفين. هنقعد نقول بقى كل مره في كل الفيديوهات مفيش تقطيع مفيش تخريم في الفرش، لا بندي غرز ولا بنقطع الفرش الاصلي. هتحل ده في اي وقت هتلاقي الفرش اصلا سليم زي ما هو تحت ده. على قد ما بندي بنحافظ لك على الفرش مش بنديك فرش شكله حلو خالص، لا بالجوده كمان. طبعا الطقم بيبدا من اول 2000 وانت طالع لحد 25000 حسب الجلد. اللي انت شايفه قدامك ده احتاجته باقل تكلفه بيتعمل، احتاجته باغلى حاجه بيتعمل، لان الصنعه واحده اللي يعمل رخيص ولا يعمل غالي. الفرق جوده الخامه بس. اذا كان بقى اصلي تقليد بيتقال على الماني ولا مش الماني، امريكي، ايطالي، برتغالي، كل انواع كتير بس الصنعه واحده. وفي طبعا الجلد الطبيعي سواء الصيني او المصري اغلى جلد طبعا بس شغله قليل بس موجود، لازم يكون موجود عندك. اسف لو طولت عليكم في الفيديو ده وان شاء الله نكون كنا عند حسن ظن اهل الشرقيه اهل الكرم اللي نورونا في المنصوره. ما تنسوش تتابعوا القناه وان شاء الله اللي جاي كله هيعجبكم باذن الله بفضل الله. اشكركم.